مالي أوروبا من المشروعية والكفاية والتطور الأخلاقي والفكري، فمهما يكن لهذه الحضارات من قيم ثقافية فإنها قد استهلكت في السيرورة التاريخية، انتهى دورها، كانت من الماضي التي هي بمنزلة التمهيد لهدف أسمى خارج عن نطاق هذه الحضارات ومتجاوز، وليس أمام هذه الحضارات طريق للهرب من هذا المصير الذي لا تكون بمقتضاه سوى مراحل يقطنها التاريخ إلا طريق اللحاق بركب الحضارة الحقيقية الناضجة، وهذه هي الهيمنة ماذا؟ الغربية. ولهذا تجدون الآن في هنا يصر السيد الخامنئي السيد القائد يصر على هاي النقطة، وهو أنه إحنا اللي نحتاج إلى ماذا؟ ها؟ شنو؟ لا نظام، إحنا طريقة حياة إحنا نعيش، وهو يم جلسات بشكل مباشر هو يشترك حتى، ولكن إلى الآن أنتج أو لم ينتج ولا ينتج. لماذا؟ لأن أولئك الذين يريدون أن ينتجونها، التفت جيدا، هم درسوا أين؟ هناك، ومشبع بذيك النظريات، لا يمكن أن ينتج، فاقد الشيء. تقول حوزة، أقول مع الأسف الشديد الحوزة آدم لا تعيش العصر وثقافة العصر حتى تستطيع أن تنتج، بعدها مشغولة بشنو مولانا؟ ها؟ شنو؟ كتاب الطهارة، كتاب الصوم، كتاب أوقات الصلاة، كتاب، وأليس كذلك كتاب الحج؟ الآن بعضهم دا يكتب لنا دورة حج 10 مجلدات 20 مجلد. كان عندي أستاذ مولانا، ما أريد أجيب اسمه مولانا، عرفت شو قال؟ أنا أقسم أنه ذاك الوقت كان هو يتكلم عن العروة الوثقة، أنا أقسم أنه توجد فروض في العروة الوثقى ما حدثت من آدم وإلى يومنا هذا ولن تحدث إلى قيام الساعة. لماذا؟ قل لماذا؟ لأن هذا الفكر يريد ماذا؟ أن يشتغل. فإذا أنت ما تشغل في أمور الواقع، وين يشتغل؟ ها؟ في الوهم، في الخيال، في المتخيل يشتغل. وهذا اللي هذا واقعنا. هذا الرجل مولانا يؤمن أنه من قال لكم أن الشريعة وفي صدر الإسلام؟ طبعا أدلة هو هماتي، أنا ما أدري هسه بالتفصيل، أنا ما قارئ الكتاب بعده، ما قارئ إلا فد 100 صفحة منه، عرفت شو؟ من قال لكم؟ أنا ما أجيب دليل، وهو أن ذيك المجتمعات استطاعت أن تتقدم وتغزو أوروبا في عصر الظلام، ولكنه عندما ذهبت إلى الهوامش صارت شنو؟ متخلف. وإلا لو تروح أنت في صدر الإسلام يعني القرون الأولى، الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، الإسلام متقدم لو مو متقدم ولا في كل المجالات، من طبيعية وإنسانية وفلسفية، ولا يخاف، يترجم كل شيء من الأمم الأخرى. ترجم أو لم يترجم؟ نعم ترجم، وترجم وترجم، من اليونان، من الفورس، من ترجم. خاف منها أو لم يخاف؟ احنا سوينا فقه مولانا، سوينا يحرم قراءة كتب الظلام. شوف ذيك الثقافة وين، ذاك الإطار الفكري أين، والإطار الفكري ماذا عندك أين؟ ليش ما انحرف المجتمع؟ ليش قوي يوما بعد آخر؟ لماذا؟ لأن الأدوات التي كان دا يحصن بها المجتمع كانت ما هي؟ ما أريد أقول لا توجد سلبيات، أبدا كانت موجودة، والعقل الفقهي موجود، وهو استطاع بعد في القرن، بعد القرن الخامس والسادس إلى القرن الثامن عصر الانحطاط وصلنا إليه، وصلنا والآن نعيش هذا. وما أدري واضح